ماذا حل بمصير القضاة الذين حاكموا الرئيس صدام حسين والذين تعاونوا مع المحتل الأمريكي ضد بلدهم ورئيسهم؟ رائد جوحي قاضي التحقيق. شغل رائد جوحي عدة مهام رسمية، من بينها قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا، ويحمل شهادة بكالوريوس قانون من جامعة بغداد سنة 1993، وخريج المعهد القضائي في بغداد أيضاً عام 2002. خاض جوحي تجربة استثنائية ليس فقط في تاريخ القضاء العراقي، إنما العالمي أيضاً، حيث أتته الفرصة في عام 2004 وعين رئيساً للفريق الذي حقق مع الرئيس صدام حسين. وكانت نهاية رائد جوحي بقضية اختلاس أموال وسرقة أموال الدولة، حيث أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق 4 مسؤولين كبار في الحكومة السابقة باتهم تسهيل الاستيلاء أموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد. رؤوف رشيد عبد الرحمن ولد في سنة 1944، هو قاض عراقي كردي من مواليد مدينة حلبجة الكردية. اشتهر سنة 2006 عندما ترأس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل، وحكم رؤوف في هذه القضية على صدام حسين بالإعدام شنقا حتى الموت. وكانت نهاية رؤوف رشيد إنه مات عن عمر 81 عام، وهو متخفي بين الدول العربية وإقليم كردستان خوفا من أن يتم اغتياله من قبل أقارب الرئيس صدام حسين. محمد العريبي. أعلن مجلس القضاء العراقي الجمعة وفاة القاضي محمد عريبي الذي ترأس جلسات محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين وأركان نظامه بين عامي 2004 و2006. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن عريبي توفي عن عمر ناهز 58 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان العريبي من القضاة الذين كانوا منحازين بالعدوانية ضد الرئيس صدام حسين ورفاقه. هذا مصير كل قاضي يحكم بعكس ما أنزل الله تعالى، رحم الله الشهيد صدام حسين الذي سيذكره التاريخ في كل العقود القادمة، ولن يذكر أحد هؤلاء القضاة الذين حكموا على رئيسهم وتعاونوا مع المحتل ضد بلدهم.